في أمريكا اليوم معركة انتخابية أشرس من أي وقت مضى تستقطب الاهتمام يا باسل. عن الأسباب يا لبنى الكامنة وراء احتدام المعركة الانتخابية وتدني نوعية النقاشات فيها كما وصفها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، نتابع هذا التقرير. من ترقب الانتخابات عن كثب يرى أن رجل الأعمال الثري والمثير للجدل دونالد ترامب يتصدر السياق الرئاسي في الانتخابات الأمريكية. ترامب الذي تنقل بين كونه ديمقراطيا وجمهوريا وحتى مستقلا ليرشح نفسه في النهاية عن الحزب الجمهوري، أخرج الانتخابات عن طابعها المعهود، وترى وسائل إعلام محلية أنه قلب كل المقاييس الانتخابية ولا يزال في صدارة مرشحي الحزب الجمهوري. يؤكد ديفيد وينبرغ الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن ترامب هو ظاهرة مفاجئة في الانتخابات الأمريكية وخصوصا للحزب الجمهوري، ولا تزال جرأة ترامب التي لا تعرف حدودا طاغية على حملاته ومناظراته المستمرة. قرابة 100 جمهوري من المخضرمين في السياسة الخارجية يعارضون دونالد ترامب واقتراحاته قائلين إنها تعرض أمن الولايات المتحدة للخطر، وقد وقعوا عارضة لمناظرة نهضته في أحدث إشارة إلى الشرخ في علاقة المرشح المتقدم باسم الحزب في السباق بالمؤسسة الحزبية. مما لا شك فيه أن أوساط الحزب الجمهوري متفقة على أن دونالد ترامب لا يملك الخبرة ويعامل الآخرين بأسلوب غير لائق، وأنه ليس المرشح المناسب ليقف وجها لوجه أمام المرشح الديمقراطي. لم أشاهد في حياتي شخصا مثل ترامب يتحدث بلغة نابية، لا يهتم بالكياسة السياسية، ولا تزال شعبيته تتصاعد. هناك 35% ممن لا يحبونه، فهو يغير شكل الحزب كليا. هذه الانتخابات ستؤرخ لشخصيته، لكن هذا لا يعني أنه سيفوز بالانتخابات، وإن حصل ذلك فإنه سيغير لعبة الحزب وسياسته. شخصية ترامب فريدة من نوعها، وهو نجم تلفزيوني يعرف كيف يثير الناخب، وإذا سألت محبي نجوميته في البرامج التلفزيونية يقولون إنه رائع في الترفيه، ولكن هؤلاء الناس لا يصوت له أبداً لأنه ليس سياسياً. ويرى غوتمان أن ناخبي ترامب هم من متواضعي الحال والذين قد سئموا من أقوال ووعود السياسيين المخيبة للأمل. ببساطة ترامب ليست لديه أي خطة واضحة بعكس المرشحين الجمهوريين الثلاثة الآخرين، وهو يعد بجعل أمريكا دولة عظمى، والناخب الجمهوري معجب برسالته، لكن الاختبار الأهم هو هل سينجح ترامب في كسب تأييد الناخب المستقل وما يسمى بديمقراطية ريغان ليفوز؟ وفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة زغبي، يعتقد 46% من الناخبين بأن ترامب سيكون أفضل استعداداً للتعامل مع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة من هيلاري كلينتون إذا اختارها الديمقراطيون مرشحة لحزبهم. وسيتفوق ترامب أيضاً فيما يتعلق بمسألة الضرائب. رغم إعلان دونالد ترامب أنه موحد الجمهوريين، إلا أن عدداً كبيراً من قادة الحزب الجمهوري هاجم سياسات ترامب ومواقفه المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة، وحذر الحزب أيضاً من احتمال تفكك الحزب في حال أصبح ترامب مرشح الجمهوريين الرسمي لخوض السباق الرئاسي في الانتخابات الأمريكية. أروى صوان لبرنامج اليوم على الحرة، واشنطن. ويواجه دونالد ترامب انتقادات شديدة داخل حزبه بسبب حملته الانتخابية البالغة الشراسة ضد المعارضين له. ويبدو يا باسل أن المتابعات والتوتر